هذه الوقفات نحتاجوا على المسؤولين ديال سبيطار مولاي عبد الله لانهم اهملوا لنا الدري تبليسه من تسعود حتى الخمسه هو محطوط لا عنايه لا والو. السيد في الخطر ما هزوش ما والو تفقدنا السيد مسكين. شنو كطالبوا فيه من بعد هذا الحديث العالي؟ حنا تنطالبوا بحاجه بسيطه، الناس مسؤولين اللي تسبوا في الوفاه ديال السيد يتحاسبوا.